السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله، الصلاة عليه والسلام. إن شاء الله تكونوا كاع ملاح. اليوم حبيت نوريكم كيفاش نغسل لو بلون دو ترافاي تاعي والبوتاجي، يعني كاع البوتاجي ديالي، كيفاش الروتين تاعي، كيفاش موالفة ندير نغسلو. دوك نبدا معاكم هكذا، انا ندير شوية ايزيس هنا، شوية جافيل، ونبلد هذا فوالا نحي قبل هادوما. هكذا اللي نقول لكم الصباح كل من جحا نبدا الوصفة تاعي ولا نصبح كاع، هذه هي الطريقة اللي كاش نغسل. أنا نحب بزاف نخدم فوق الرخامة، هذا فريجيدار فوالا. شوفوا انا عندي لوجافير ايزيس رحمة ربي. هكذا لينا غنو كامل الجراحة، نخدم كل يوم هكذايا. هنا كنا نجوزلو هكذا باش يكون ديجا الما نكون درت له قطرة لو جافير. هاوليك رخامة هنا ديجا، راجلي قال لي كي هرتي لي الرخامة الطيبات تاوعك من بكري وانا هكذا. فوالا هنا فريجيدار، فريجيدار عندي هادي نحط فيها غير الكور دون لي بغيكي هكدايا سينو. هكذا اللي نغسل كل صباح، هكذا كل ما نجي حنبدا كل صباح نغسل مارنينغ نغسلها هكذا، كي نجي حنبدا نجوزلها بالخل الابيض. هنا راني بعد ما كملت نخليها برك تنشف شويه، نشف هكا شويه بوطاجي نعاود له بالخل الابيض. هاوليك هنا نزيد ندير لها الخل الابيض هكذا، ديزانفيكتا هاي لك ديجا القرعه قريبت خلاص، ونجوز له كاع هكذا بالشيفون الخل الابيض مكاش كيما هو، هايل لكلش. هاوليك كيفاش نغسلو، سواء كي نجي حنبدا لي كاطو تاوعي ولا ماكلتي ولا حاجة نيمبورت كوا، هاوليك كيفاش نجوزلو، كيفاش نيتواييه كل صباح. وكي نجي حنبدا نزيد نعاودلو إلو كان هاد البلاصة برك. هنا ان شاء الله يكون عجبكم الروتين تاع اليوم، وان شاء الله الحاجه واحده اخرى ان شاء الله، وان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وبارك الله فيكم.